إذن حكايتنا كانت هي منبع وشجرة. عاشت شجرة بجانب منبع فأصبحا صديقين، يستفيد كل منهما من خيرات الآخر، فالمنبع يستظل بظل الشجرة وهي ترتوي من ماء المنبع. في كل صباح تطرب الشجرة جارها المنبع برقصات أغصانها، وهو يمتعها بألحان خرير مياهه. في صباح أحد الأيام دهش المنبع وقال لصديقه وقال لصديقته: ما بك يا جارتي؟ لما لا ترقص أغصانك كعادتها؟ ولم توقفت عن امتصاص مائي؟ أجابت الشجرة: أحس بالملل، فأنا أجلس وحدي طول الوقت، كل شيء حولي يتحرك، أما أنا فجذوري ثابتة في الأرض لا أتحرك. استمع المنبع إلى صديقته بانتباه، ثم قال: سأحاول أن أساعدك، فلا تحزني، سأواصل سيري الآن لأوصل مياهي إلى النهر، فالكثير من العطش في انتظار وصولي، وداعا. بعد أيام التقى المنبع في الطريق بسرب من الطيور فأخبروه بأنهم زاروا جارته الشجرة، فبدا لهم وجهها شاحبا وحزينا، ورفضت أن تتحدث إليهم، فأخبرهم بحكايتها، وقال لهم: لعلها ما تزال تحرم نفسها من مياهه، فأرجوكم زيارتها ومؤانستها ريثما أعود. سنخصص هذه الحصة لإنتاج حكاية جديدة على ضوء الحكاية الأصلية. وذلك لإجراء بعض التغييرات على عناصر بنية الحكاية. بنية الحكاية كما تعرفون هي الشخصيات، الأزمنة، الأمكنة والأحداث. إذن الشخصيات: المنبع سنعوضه بالنهر، الشجرة نعوضها بالزهرة، والطيور نعوضها بالفراشة. أما عن الأزمنة سنعوض صباح يوم الأحد بأحد أيام فصل الربيع. أما عن الأمكنة، جانب المنبع سنعوضه بجانب النهر. أما عن الأحداث فإني سأفسح لكم المجال عزيزاتي أعزائي لصياغة أحداث مناسبة للتغييرات التي ستقع بالنسبة للزمان والمكان والشخصية. أتمنى أن تنجزوا المطلوب. اقرأوا بمعيتي: تقاطري، يمين، يسار، بين، الغيمة. أعيد القراءة: تقاطري، يمين، يسار، بين، الغيمة. ننتقل إلى القراءة المشتركة. اقرأوا بمعيتي: الماء العذب، أنا الماء العذب، أسر إلى صنبورك بعد تصفيتي وتعقيمي، رحلتي طويلة في الأنابيب من محطة المعالجة إلى بيتك، كلفتي عالية وكمياتي محدودة، أرجوك استعملني ولا تبذرني. نعم، من المتحدث في النص؟ أو من المتحدث في النص؟ الماء العذب. كيف يصل الماء العذب إلى صنبورك؟ يصل بعد التصفية والتعقيم. كيف هي رحلته؟ رحلة الماء العذب طويلة في الأنابيب، ابتداء من محطة المعالجة إلى البيت.
كيف هي كلفته؟ نعم، كلفته عالية وكمياته ماذا عنها؟ محدودة. إلى ما دعاك أو دعاك الماء العذب؟ نعم، دعاك أو دعاك إلى استعماله وعدم تبذيره. ننتقل الآن إلى النص الشعري أغنية الغيمة. دائما نعيد قراءة النص الشعري وننشد: تقاطري تقاطري يا غيمتي البعيدة لكي تصير واحتي مخضرة سعيدة، الطير في سمائها محلقا يدور يحط فوق أرضها ليحضن الزهور، يحط فوق روضها ليحضن الزهور، فيرسل الغناء للخير والهناء، فيرسل الغناء للخير والهناء. تقاطري على الثرى لتضحك السهول، وبعد طول جذبها ستثمر الحقول، تختال تحت شمسنا بوافر العطاء، وعند موسم الجنى تجود بالرخاء، تفيض بالغلال فتملأ السلال، تفيض بالغلال فتملأ السلال. تقاطري وأقبلي بالخير والنعيم، سبحان من أحاطنا بفضله الكريم، قد جئت نحو أرضنا بفضلك الخصيب، قد جئت نحو أرضنا بفيضك الخصيب، ومرحبا يا غيمتي بغيثك الحبيب، ولتزهر البقاع وليفرح الجياع، ولتزهر البقاع وليفرح الجياع. بعد أن أنهينا إنشاد النص الشعري أغنية الغيمة، ننتقل الآن إلى استثمار النص على مستوى الفهم. مطلوب: أبين ما لم يذكر من فوائد وعطاءات الغيمة في الأغنية. أبين ما لم يذكر من فوائد وعطاءات الغيمة في الأغنية: الإخضرار، كثرة الخيرات، فرح الطيور، الثلج الوفير، الخير والراحة. النشاط الموالي ضمن أنشطة أفهم: أحدد الجواب المناسب انطلاقا من سياق الأغنية. تتقاطر الغيمة لكي تصير: الروضة قاحلة، لواحة مخضرة، سهول عطشة. تقاطري يا غيمتي ليفرح الشبعان، ليفرح الجوعان، ليفرح الظمآن. ننتقل الآن إجابة عن النشاط الأول. أظنكم قد توصلتم إلى الإجابة الصحيحة. نعم، الثلج الوفير لم يذكر ضمن فوائد وعطاءات الغيمة في الأغنية. النشاط الموالي: تتقاطر الغيمة لكي تصير. نعم، لواحة مخضرة، وهذا يظهر في المقطع الأول من النص الشعري. تقاطري يا غيمتي ليفرح الجوعان، ليفرح الجوعان. وبهذا نكون قد أنهينا حصتنا هذه، على أمل أن ألقاكم في الحصة المقبلة. شكرا على حسن انتباهكم. إذن في الحصة الماضية رأينا بعض أسباب اضطرابات التنفس كتمرين للاستثمار، كان في آخر الحصة كنتم مطالبين بالبحث في عن أسباب اضطرابات التنفس، وقد وجدنا مجموعة من الأسباب كاستنشاق المواد الكيماوية مثلا التي توجد في مواد التنظيف، كالإصابة بالزكام، كالإجهاد البدني أو المجهودات البدنية، إلى غير ذلك من الأسباب.
إذا كل هذه الأسباب تؤثر على التنفس. وقد ركزنا أيضا في هذه الأسباب على مسألة التدخين، وقلنا بأن التدخين مضر جدا بالصحة، وأيضا على وجه الخصوص مضر بالجهاز التنفسي. لماذا؟ لأننا نستنشق هواء ملوثا، وهذا ما سيكون موضوع حصتنا لهذا اليوم، وهو تأثير التلوث وبالخصوص تلوث الهواء على الجهاز التنفسي. إذن لكي نفهم تأثير الهواء الملوث على الجهاز التنفسي، مطلوب منكم أن تلاحظوا الصورة التالية. إذن يظهر لنا في الصورة شخص مدخن وآخر غير مدخن. ركزوا جيدا على الرئتين، لاحظوا رئتي الشخص المدخن ورئتي الشخص غير المدخن. إذن ماذا تلاحظون؟ إذن أكيد هناك اختلاف على مستوى اللون. جيد، إذن نلاحظ أن لون رئة المدخن يختلف عن لون رئة غير المدخن، والسبب الهواء الملوث الناتج عن التدخين. إذن من خلال هذه الصورة نتساءل حول ما تأثير تلوث الهواء على الجهاز التنفسي. ما تأثير تلوث الهواء على الجهاز التنفسي؟ عندما يتلوث الهواء كيف يتأثر الجهاز التنفسي؟ إذن وهذا ما سنحاول أن نجيب عنه، ولكن قبل ذلك لا بأس أن نطرح بعض الفرضيات. إذن بالنسبة لكم، ما هو تأثير الهواء الملوث على الجهاز التنفسي؟ نفترض ماذا؟ إذن قد يؤدي إلى اضطرابات التنفس. ماذا أيضا؟ الاختناق، ربما الإصابة بالسرطان، الإصابة بالزكام، مرض الحساسية. إذن هذه الفرضيات سوف نقبلها، ولكن سوف نتحقق منها من خلال مجموعة من التمارين التي سوف ننجزها بشكل جماعي. إذن لكي نتحقق من الفرضيات التي طرحناها أو التي اقترحناها، أقترح عليكم هذا التمرين الأول. إذن لاحظوا لدينا صورتان. في الصورة الأولى تظهر لنا أسرة تمارس الرياضة في غابة، وهناك شخص يدخن. في نظركم كيف يعتبر السلوك الأول ومقارنة بالسلوك الثاني؟ إذن السلوك الأول هو سلوك جيد، هو سلوك مفيد، في حين أن السلوك الثاني هو سلوك مضر بالصحة. جيد، إذن السؤال الآن، سوف نقارن الهواء المستنشق في الحالتين ونتمم باستعمال الكلمات المناسبة، والتي هي ملوث، نقي، مفيد ومضر. إذن في الصورة الأولى الهواء المستنشق كيف هو؟ وكيف هو بالنسبة لصحة الجسم؟ في الصورة الثانية نفس الشيء بالنسبة للصورة الثانية، الهواء المستنشق كيف هو؟ وماذا يفعل بصحة الجسم؟ إذن الجواب هو الهواء المستنشق في الصورة الأولى جيد، فهو هواء نقي ومفيد لصحة الجسم. بالنسبة للصورة الثانية، فالهواء المستنشق والناتج عن دخان السيجارة هو هواء ملوث، وبالتأكيد سوف يكون مضرا بالصحة. حتى نؤكد الفرضيات أو نتحقق من الفرضيات التي اقترحناها، لدينا تمرين آخر. إذن سوف نضع علامة في خانة الأمراض المرتبطة بالتنفس. لدينا مرض الحساسية، مرض تدرق أو تضخم الغدة الدرقية، مرض الربو، ثم مرض السل.
إذا في نظركم من بين هذه الأمراض ما هي الأمراض المرتبطة بالتنفس؟ إذا الجواب جيد، مرض الحساسية، ثم الربو، ثم السل. كيف ذلك؟ لماذا الحساسية، الربو والسل هي أمراض مرتبطة بالتنفس في حين أن مرض التدرق لا يرتبط بالجهاز التنفسي؟ لأنه بكل بساطة فالحساسية هي رد فعل الجسم عن تجاه مواد غريبة. إذا عندما نستنشق مثلا الغبار أو دخان أو مواد كيماوية فالجسم يبدي ردة فعل تتجلى في السعال، في الرشح إلى غير ذلك، وبالتالي يصاب الجهاز التنفسي ببعض العجز، بعض القصور، يعني نجد صعوبة في التنفس. بالنسبة لمرض الربو وهو الذي ينتج عن هذا المرض تقليل أو منع الهواء من المرور إلى الرئتين، وبالتالي يعاني المصاب به من ضيق في التنفس. والسل أيضا هو مرض يصيب الرئتين، الشيء الذي ينتج عنه اضطرابات حادة في التنفس. بينما مرض التدرق هو مرض ناتج عن نقص مادة اليود في الجسم، وبالتالي فهو غير مرتبط بالجهاز التنفسي. إذن الهواء الملوث يؤثر على الجهاز التنفسي، وذلك بحدوث اضطرابات. هذه الاضطرابات تكون ناتجة لمجموعة من الأمراض كالحساسية، كالربو والسل مثلا. إذن نستخلص من كل ما رأيناه أنه كيف نحافظ على الجهاز التنفسي. إذن أحافظ على سلامة جهازي التنفسي ب تجنب الأماكن المغلقة والملوثة، وأيضا باستنشاق الهواء النقي الذي يوجد في الغابات وفي الحقول. وبهذا نكون قد ختمنا حصص التنفس عند الإنسان، وأنتم مدعومون لمراجعة ما رأيتموه والتوسع فيه أيضا. وشكرا على حسن انتباهكم. تيرم تنوسا تيا تنجرى وتدوس فتي أديك سنزري سيا تنسير تمينود إيان سوسا أمبا تيرم تاد بدوا تنزرية سنيني نسين ميديان أمبا رغددون أتكتين ديدي تمسيرت إزرين نيساول خف تدقيت منا تدقيت تمسيرت إزرين منا تدقيت إيقات أنا وانت قوري إسيقا أو تمان ميد تاو تمانت اختيات ديدي إمكن تقا أنا رار تقوري سيق أو تمان ستو تمانت غير تقوري أو را منا هفادت تيك تاو تمانت بيسن زيادياني سكيليات كتي زوري ديانو سكيليات ميات كتيغيرا أورا توراخت إيزم تيزم الجيغ تلجيغت أملال تمللت أملماد تنلمادت أسلماد تسلمادت دري أنزريس أمدان ميدي يان أمدان أيوز النون أمبان إيجات أدنيسين إست تغوري نغور غلان إستيا أسوف ميد أسوكت أسوف أسوكت الدو دان سوال خف أمبان دان سوال خف أسوف دوسوكت مغد أميوان دوناغوت أسوف إيجات مغيدة سنيني أميوان نحملنا أميوان نغد أسوف يان أيدغان كيف كيف زراس ديدي رأس ديدي تغطفت تقولي وينات تسلمت
أسلمت أمازور تمازورت تسلمت يا تسلمت أسلمت يا يان أمازور يان أونازور د يات نازورت أسوكت نغد أماغوت داديك ستيلين خيان زوند أسلمات يان أسلمات أماغوت نس نغد أسوكت نس إيغات إسلمات كيغان نغد بزاف نسلمات بزرات جدي إمكن تقع أنارار تاغوري سكوسوف نغد أميوان س أسوكت غورخ تاغوري ان اسلمات دزوار ساسكيل ياي فدتني ادي اسوكت دان تكس اسكيل ياي ني غودغار الناس نغد قوان سامس اسكيل يي اسكيل يي نزيدس اسكيل يان اشتقيرا اتقوري اسلمات أديول إيجا إسلمادن تقولي تسمت تقولي تيا توتمانت يمشي تبقى أنا أقول سقوى سوف نتوتمانت سوسوكت نتوتمانت غرة تسلمت تسلمادين تسلمت تسلمادين أسكيلو السين إيجات ياي دايت تقول إيجا يي نزيدا سكتيرا إتغوري إن أسكيل يي دو سكيل ين تسلمات التغول التغ تسلمدين مزراس تغيدي دي ينم ديايات أنازور أنازور أديغ إنازور أنازور إنازور تمازورت تمازورين تمازورت تمازورين بغي سنير ساس ديجي تلات سايا أفاد الترمسم وبار ميديان أمناد غور كتزوري تيغوري وين إيان أوتمان غور سينديات أسباب أسوكت نس إسباب أسباب إسباب رأس تغيدي دي تغضف تسغوري يابن أسبان أسبان إيايا تغوري إقران سوسكيل يان إيايا تغوري إقران سوسكيل يان أما قد نس نغد أسوكت إيقات إسبان إسكان زرات كثيرة ديك سين ين سين ين أدور تتوم أسكيل ين إلا نكتكوري دو سكيل ين ن وسوكت عندي أياد إيان زوند وطغن أسكان ور أدمان أدمان إقرأي ودنتسو سكيل ين هذا سني كثيرة سيديان أدمان أديغول أديغ إدمان إدمان أمرير أما قدنس إيجات إمرير دغي أنزري سيقوري وين إيجان تيو تمانين تسببت أتغ تسببين تسبقانت تسبقانين تدمنت تدمنين تمريرت تمريرين دغين المدننة أبنزري أبنزرى إسترمسم إلوغان ناس نزري سكتقوري تسوفت سيات تقوري أبن إيغان تسوكت أري أسوت أسوكت نوسعن آد
إمير أسبكان تتبيرت تلكات أبليس أنمغور هكونا تشغى تسوين جميان إميك دري دون الفغي تغيرين تقوريوين أخف تسوين جيم اكتمرارو تنون إمير أسبكان تتبيرت تلكات أبليس أنمغور إمير أسكتنس إيجات إمير أيوس أسكان إسكان أيوس نون تتبيرت تتبيرين تتبيرين تنكت أيوز نون تنكتين أدليس إدليسن إدليسن أنمغور إنمغور إنمغور أيوز نون تنمير تخفص في الدنور من المدنة سر مغدير التلم تلمدن خيان تغاوسي وين تنمرتنا